السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأوفياء، متابعين قناة مغارب نيوز. حادثة سير خطيرة على مستوى برنوسي، تابعوا معنا. هذه السيارة اللي دخلت في حاجز إسمنتي، لاحظوا، نسأل الله السلامة والعافية. لاحظوا، تم نقل السائق إلى المستشفى. لاحظوا معنا، يعني السيارة دخلت في حاجز اسمنتي لدرجة أن لاحظوا هاي خرجت الارباكات، خرجوا لاحظوا هانتوما، لاحظوا معنا، لاحظوا الخسائر المادية جسيمة لحقت بالسيارة. لاحظوا يعني حاجز اسمنتي من الحواجز اللي كتكون موضوعة في نص ديال الطريق. لاحظوا معنا الآن هاي السيارة ديال القطر، السيارة ديال القطر هاي يلا حضرت الآن رجال الأمن، يعني كذلك حضور رجال الأمن. والآن جات السيارة ديال القطر اللي غادا ترفع السيارة، وتم نقل السائق إلى مستشفى حالة مستعجلة مباشرة من فرنوسي على مستوى قنطرة الأزهار. يعني حادثة السير كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الأوفياء، بعد اللحظة يعني حضور الأمن، كذلك تم نقل السائق إلى المستشفى. وفي هذه الأثناء كما كتلاحظوا معنا السيارة ديال القطر اللي غادا تنقل السيارة الآن يعني مزيد من الحذر، مزيد من الحذر. إذن كما كتلاحظوا معنا هذه مباشرة من مدينة الدار البيضاء على مستوى قنطرة الأزهار. وتلاحظون الآن سيتم قطر السيارة. لاحظوا كذلك ان مزيد من الحذر مشاهدين الاوفياء. اذن الى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر. نتمنى السلامه للسائق السياره بطبيعه الحال. في هذه الاثناء سيتم قطع السياره كما تلاحظوا مشاهدين الاوفياء. إذن إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر، سنوافيكم بباقي الأخبار حول الحالة الصحية للسائق على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه. كان معكم مراسل قناة مغارب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظوا أن يتم قطع السيارة من أترككم مع المشاهد الأخيرة لقطع السيارة. Thank you.
مغارب نيوز، مغارب نيوز، مغارب نيوز، مغارب نيوز. هذه مغارب نيوز. إذا إلى هنا سنتهي على نهاية هذا البث المباشر، على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر. كان معكم مراسل قناة مغارب نيوز مصطفى الكناوي، يحييكم وإلى اللقاء.